ويلكم باك اجين لمستر. كلنا ومعظمنا عارف ان الامريكان اكسنت بيميل انه يخفف يا جماعه حروف من الكلمه عشان يبقى النطق بتاعها سريع، زي مثلا كلمه فيفوريت البريطانيين بيكتبوها باليو، الامريكان ما بيكتبوهاش باليو. كولر بيحذف الامريكان منها اليو. ترافل لما نحط لها ايدي البريطانيين بيضعفوا الال يبقى دبل ال، او لما يضيفوا لها اي ان جي الامريكان بيخفف وتبقى ال واحده فقط. الا ان الامريكان بيجوا يا جماعه الامريكان اكسنت بيجي بقى يعكس الايه، يجي في بعض الكلمات يبقى كلمه بالبريطاني سهله وحروفها قليله ويجي على راسها النطق الامريكي، زي مثلا كلمه مصعد او اسانسير البريطانيين يقول لك ليفت ليفت، اما الثاني يقول لك اليفيتور اليفيتور اليفيتور، كلمه اكبر بكتير. كلمه شقه باللغه البريطانيه فلات، يجي الامريكان يجي على راسها يقول لك ابارتمنت ابارتمنت، اما مثلا كلمه حنفيه البريطانيين يسهلوها يقول لك تاب 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 تاب، اما الامريكان يجي على راسها يقول لك فوسيت فوسيت فوسيت. خلي بالك مش كل حاجه الامريكان بيسهلوها، شير في الخير وما تنساش الدعاء لاهلنا المستضعفين في غزه. At the end of our video, I hope to understand everything I've just said. See you later. Goodbye, everybody.